فاش تيجي هاد الملكة هذا تيجي بقفة رمضان اللي يعني تيحتقر بها الشعب وتيحتقر بها يعني الكرامة ديالنا كمغاربة، لأن ما راضينش حنا بهذا الشيء هذا. حنا لا نرضى بملك مثل هذا ولا بأي ملك لو جا الكرة الأرضية بحال هذا الحيوان هذا اللي تيحكمنا، فهمتي؟ لأن تحتقر الشعب. لذلك أنا أتكلم معه يعني بلغة احتقارية، يعني المخزن، النظام المخزني سينتهي سنة 2021. تحية سلطعونية وأزول وأزول لنزول، تحية الجمهورية المغربية الأمازيغية، وتحية لجميع الأمازيغ الأحرار فيما كانوا. المهم، قريت واحد الخبر اللي هو ربما تيضرني أنا في نفسي صراحة، هو خبر مضحك ومبكي في نفس الوقت. يعني قفة رمضان، الملك يطير من فرنسا والسبب هو قفة رمضان. يعني السيد يضرب الآلاف كيلومترات باش يجي يفرق على الناس القفة ويتصور وداك الشيء ويمشي يرجع فحالو فيما كان، في شي بواط فرنسا ولا شي بار يبقى يضرب تما، المهم بيرة ولا شي شنو يدير. المضحك المبكي، لانني انا بنت القناه هذه بغيت نفتح هذا القوس ونقول هذه المساله هذه. انا فتحت هذه القناه خصيصا فقط لمخاطبه يعني المواطنين، لا اخاطب الرعايا، فهمتي؟ هنا نخاطب يعني المواطن المغربي، المواطن اللي تيهمو الشأن العام وعنده هم على الشأن العام وما عاجبوش الامور كيفاش غاده في هذيك البلاد ويريد التغيير، ويريد يعني معانا جميعا كأحرار أننا نبني واحد الوعي جماعي باش أن هذاك الوعي الجماعي يدينا لواحد الخلاص جماعي ماشي خلاص فردي. هذا هو الهدف ديال هاد القناة هذه. يعني العياشة راه ما عندي ما ندير بهم، يعني بغيتو تتوبوا وتجيو تدخلوا معنا في التحرر وهذه ونحرروا البلاد ونقول لكم علاش. ما بغيتوش عطوني اتساع الله يرحم بكم، لأن تنشوف بعض التعاليق لا علاقة، يعني اش نقول لك، ولو ان مواطن يكون في هذا في العصور الوسطى ما كتب يعني ديك ما يكتبش بحال دوك التعاليق وديك لانه مبكي. كما قلت لكم قفة رمضان تعيد الملك من فرنسا الى البلاد، هيس بريس من الرباط. يعني في الدول المتقدمة اش نقول لكم الاخبار كيف يعني تتقبلها المواطن بحال هكا، تطرا شي فجأة مثلا نقولوا بحال هذوك الكيران داك الكار اللي تقلب ودار كسيده وماتوا هذوك النساء ولا هذوك النساء ديال سميتهم ديال خنشة الطحين ديال الصويرة ولا اي الفاجعات هذه، تما فاش تيبانوا المسؤولين ورؤساء ديال الدول المحترمين تيبينوا التضامن ديالهم مع الشعوب ديالهم، ولا يكتفون فقط يعني بواحد البيان تيدوروا سميتو المستشارين ديالهم او الديوان الملكي او الديوان الرئاسي ديالهم كيف ما كان يقولوا ليه دير بيان رانا سنتكفل يعني بالدفن وكذا وصافي، وراه شدات مادام وراه حلينا المشكل. يعني انا راه حنين على الشعب. لا، رؤساء الدول المتقدمه فاش تيطيروا لا طرات شي فاجعه ولا شي حاجه ولا خصهم ياخذوا القرار في واحد المساله اللي هي مهمه، ماشي قفه رمضان. قفه رمضان باش تجي تتصور في التلفازه تعطي الشعب مع كيلو د البطاطا ما فهمتش. اول حاجه كما قلت انا في واحد الفيديو قبل، ان هذا يعني تيحكمونا الخوانه. بلا جينا نشوفوا مقارنة، اللي درنا واحد المقارنة بين المواطن المغربي في العصور الوسطى، مثلا نقولوا في القرن في سنة 1500 1600 1400 المواطن المغربي كان يعني أكثر تحرر من اليوم. يعني كما قلت المواطن المغربي في 1600 1400 1500 كان أكثر تحرر، لان كان عندنا واحد المواطن بانين، واحد المواطن كان عندنا واحد المواطن عنده يعني مواصفات ديال المواطن، فهمتي؟ كان عندنا الناس متعلمين، عندنا علم، عندنا بزاف الامور. يعني كان المواطن يفكر يعني ليس فقط
يعني ما تهموش يعني حياته هو كشكل خاص، ولكن تيعطي الحياة العامة والدولة كيفاش غادا. كان عنده قرار هذيك الساعة، إذن كانوا دائما الناس اللي غادي يمثلونا كانوا تيمثلوا هذاك المواطن القوي. يعني هتعطيني مواطن ضعيف أنا أعطيك قائد ضعيف، فهمتي؟ هتعطيني مواطن قوي أنا أعطيك قائد قوي. هيكون عندنا مواطن قوي تكون عندنا دولة قوية، هيكون عندنا مواطن ضعيف تكون عندنا دولة ضعيفة بزاف، فهمتي؟ من هاد الميتافور ولا هاد الأمثلة هادي. لذلك هما سعوا يعني منذ يعني دخول العلويين في الحكم، وهما ما عمر يعني كان عندهم شي استقرار سياسي، كانوا دائما تحكموا بالدم والقتل وهادي. ولكن بعد خروج الاستعمار تم نهج يعني واحد السياسة خبيثة جدا، وهي احتقار المواطن. يعني تخليوك انت تحس بانك انت لا شيء بدونه، يعني انت كمواطن لا شيء بدونه. يعني تخليوك تفكر انه ما يمكنش لك حتى شي حاجة، ما يمكنش تحقق حتى شي حاجة بدونهم. يعني هما بحال تقول الشمس، فهمتيني؟ الا ما هما اللي تيديروا تطلعوا الشمس تشرقوا الشمس وتغربوها، يعني هما بيديهم كل شيء. تحيدوا منك بداو يعني بسميتو بواحد الشكل يعني سلو بطيء، بداو تي يجروا يعني البساط من تحت الشعب المغربي باش انه يولي واحد الشعب من المستحمرين ويعني من الطلابة والطبالة والغياطة، فهمتيني؟ ومن المدلولين، يعني حتى تولي إنسان ما تيشعرش بالقيمة ديالو، يعني ما تيحسش بالقيمة ديالو، تيحس بأنه فقط رقم زايد في ديك البلاد. تيحسوك يعني تضيع الدولة هكا فعلا. ولكن هنا فاش يحكمون الخوانة بحال هادو العلويين وصحابهم، يعني محمد السادس ولا الحسن الثاني، فهمتي؟ نفس الشيء، هادو خوانة حطهم استعمار باش هاد الشعب هذا ما عمر ينوض، ما عمر ينتج، يبقى ديما مستهلك. ماشي ابار انهم وقفوا هنا، ولكن يعني الاخبث من هذا ان المخطط اننا وصلنا دابا حاليا في 2019 وصلنا ان عندنا ما عندناش مواطنين، عندنا رعايا. عليها قلت انا اريد اخاطب المواطنين، الناس اللي يهزوا معنا الهم واللي عندهم واحد التصور فكري ولا واحد الايمان واحد المعتقد بان الدوله هذه لا تمثلهم، وبغاو يشوفوا الدوله يعني يتوقون يعني او ينظرون الامام من اجل يعني تحقيق واحد الدوله تتمثلهم فعلا، ماشي دولة هما عندهمش فيها لا رأي لا والو، مسيرون فيها وليسوا مخيرون، فهمتي؟ يعني هذا هو المواطن. يعني هذا في الأخير دابا حنا لجينا في هذا سميتو، بزاف ديال الرموز التاريخية ديالنا كأمازيغ تم يعني تهميشها وقتلها من الذاكرة، يعني مسحها من الذاكرة ديال المغاربة. هذا اللي تنقولك ماشي صدفة، هذا الشيء هذا هما داروا، هذه يعني مؤامرة على الشعب المغربي. وبين الأمور ثاني حاجة أنه صنع 2019 كل عندنا مواطن يعني يشوف دابا يشوف تي في فاش تشوف الشباب كيفاش يهضروا كيفاش تشوف أن المواطن ديالنا مسكين وصل به الحال، وصلوا به الحال لواحد يعني لواحد النقطة، وصلوا به الحال لواحد واحد النيفو أنه يعني اقصى ما يمكن يعني يحلم به هو انه يما يخرج من هذيك البلاد، يا اما شي هميزه يا اما شي حاجه باش يعيش. هذه هي ما عندناش مواطن عنده هم ديال الدوله، لان الهدف ما عندناش دوله عندها هدف، فهمتيني؟ لو كانت عندنا دوله عندها هدف غادي يكون المواطن يعني جزء من الدولة، ولكن المواطن مهمش في المغرب، لا 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 راي ولا يعني دور له في الدوله او في تسيير الدولة ديالو. الدولة ديال المغاربة تشفرات منهم في الايادي ديال واحد الناس. هاد الناس هادو تيديروا واحد المخطط اللي ربما دارته فرنسا، وشوف شكون، ما يمكنش ليا نجزم.
لان حتى الاستعمار الفرنسي ما دارش هذا الشيء هذا اللي تيديروه هاد ولاد بوقنب في المغاربه. يعني وصلنا لواحد الشعب يعني اقصى ما هو يخرج من هذيك البلاد هو ان كاين الناس اللي بغات تخلص من الجنسيه ديالها سواء كانوا اغنياء ام فقراء، فهمتي؟ حيدوا منهم هذيك الوطنيه، حيدوا يعني قتلوا فيهم اي حاجه، اي حاجه اللي قد تهز هذيك البلاد وتزيد بهذيك البلاد. يعني تنسمعوا باي واحد تينوض وفعلا تيبغي كما جرى مع مهدي المنجر الله يرحمه، هذاك انسان مثقف عالم مستقبليه تم تهميشه ونهار ذكروه تمات، عاد داروا لي مكتبه باش حنا راه ماشي حنا علاش ما درتوش يعني بالنظريات ديالو بالابحاث ديالو في التعليم بزاف د الامور حتى في الاقتصاد، علاش ما درتوش بها؟ ولا نتوما تقتلوا الميت وتمشيو في الجنازه ديالو كما تيقولوا. يعني المخطط هو انه في الاخير هذه القفه الرمضانيه اللي تحتقر المواطن المغربي اخير باش نساليو هذا الفيديو هذا، هو انه يولي عندنا مواطن، يولي عندنا ابناء فرنسا الفرنكوفونيين ومن يشدين البلاد، ويوليو عندنا المغاربه اللي هما عامه الشعب يوليو بحال واحد اليد العامله جابوها من الفلبين وتتخدمهم. يعني حتى المواطن ما تبقاش عنده ديك، حتى بزاف ديال المغاربه حاليا عندهم واحد التفكير بان ديك الدوله راه ماشي ديالهم، راه هما هي تما وصافي، بغاو يديروا معاهم زوين راه تعطيوهم، ما بغاوش يديروا معاهم زوين صافي. يعني لا هما راه ساكنين تما وصافي، يعني مقيمين منسين هاد الناس هادو. هذا هو المخطط اللي بغاو يوصلوا ليه، يعني اي صوت حر بغاو ينهيوه، اي واحد من الشعب ولا كاع واحد مجموعه كبيره من الشعب طالب من الحقوق ديالها يحاولوا يحاربوها بشتى الوسائل، لان هادشي هو اللي مسالي المعدوم ما يدار، هي محاربه الشعب، محاربه الوعي ديال الشعب، ان الشعب ما يوصلش للحقيقه، ما يوصلش يكون عنده واحد الايمان بانه خصنا التغيير باش نكونوا مستقبل الاجيال القادمه، لان احنا هاد الجيل هذا تنحملوا مسؤوليه كبيره باش اننا يعني نفشلوا هذا المخطط الذي يقومون به باش نبنيو الدوله ديالنا ترجع لنا في يدينا. راه دابا راه شحال من قرن وما الدوله مشفوره منا، لا 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 يعني لا راي لنا ولا خيار لنا فيها، فهمتي؟ هذا هو المشكل عندنا. حط مالك دير هذه، ماشي ماشي هو هذا المشكل، المخططات التي يزرعونها يعني في الشعب. يعني واحد الوقيته تجي تولي المواطن المغربي المهمش يولي يحس براسو، حاليا عندنا يولي يحس براسو لا شيء، انه فقط مقيم تما، هما 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 اصحاب هما اسياد يعني البلاد، وهما والشعب هما العبيد. يعني نوصلوا لهذا الشيء، هذا هو المخطط ديالهم، وغادي يقتلوا الهويه المغاربه والاحلام ديالهم اللي كانوا في القديم. المغربي كان يحلم يتوسع، مشينا تمالي حكمنا بزاف د المناطق، لان عندنا حنا دوله قويه عندها يعني جيوبوليتيكلي يعني الموقع استراتيجي، ويمكن لينا نلعبوا بزاف الاوراق باش ان الدوله نوضوها تولي دوله قويه اقوى من تركيا في ظرف عامين، في عامين نقدروا نشؤوا دولة قوية في المغرب. بلاش خصنا نحيدوا هاد الناس الا بغينا نبداو، وهاد المسؤولية تتحط على عاتق ديالنا احنا كشباب اليوم مغربي، اننا نقوموا بالعمل هذا ونجزوه 100%. الا كانوا هما يبدعون في الفساد وهادي، فلنبدع في فضحهم، فلنبدع في توعية الشعب، فهمتي؟ لان عندنا فرصة تاريخية بهاد وسائل التواصل الاجتماعي باش اننا نوصلوا لهذا الهدف. هذا راه نوصلوا ليه، انا تنقول الشعب غادي يخرج للشارع في غضون 2020، غادي يخرج الشعب كامل للشارع، وهذه خذوها مني 100%. يعني المخزن النظام المخزني سينتهي سنه 2021، ولكن الى بقينا خدامين على في معركه الوعي، معركه الوعي نخدموا عليها كاملين. اللي تيحب هذاك الوطن يدير فيديوهات يهضر وهذه، ويحاول انه يكسر هذاك يعني الطابوهات اللي دارها المخزن، اللي دارها المخزن باش ان المواطن ديما يشوف واحد الشبح فاش انه تيبغي يهضر في السياسه ولا انه يعبر على رايه، ديما تيشوف واحد الشبح ان هذاك الشيء من الممنوعات وهذاك الشيء. حنا خصنا نهرسوا هذا الشيء، هذا ما يبقاش بتاتا
باش نبنيو بلادنا. والفضيحة الأكبر من هذا فيما يخص يعني في رمضان أن هذا الملك هذا تصوروا معي التنقلات ديال الملك اللي جا من فرنسا راه مخلص على فلوس الشعب تيجي تيدير التنقلات في المغرب. هذيك التنقلات عنده عليها يعني كما تنقولوا تعويضات تعوضوا على التنقلات ديالو. كما قلت يعني التنقلات فاش يجي هذا الملك هذا تيجي بقفه رمضان اللي تيعيق بها على الشعب و يعني تيحتقر بها الشعب وتيحتقر بها يعني الكرامه ديالنا كمغاربه لان ما راضينش حنا بهذا الشيء هذا. حنا لن ارضى بملك مثل هذا ولا باي ملك على وجه الكره الارضيه بحال هذا الحيوان هذا اللي تيحكمنا فهمتي لان تيحتقر الشعب. لذلك انا اتكلمه يعني بلغه احتقاريه لانني ما عمري غادي نحترمه. ثانيا باش نكمل هاد التنقلات ديال الملك اللي يجي حط لا يجي حتى بنادم نقولوا سميتها قفة ديال رمضان تتسوى 75 درهم 70 درهم كاع 60 درهم 50 درهم هو شي شحال تيضرب تيضرب على الاقل واحد 600 مليون 60 مليون درهم فهاد التنقلات هادي ضاربه الملك. اولا هذيك المواد اللي تيجي يعطيها للفقراء هذيك شنو فيها؟ فيها يعني القالب ديال السكر هذوك السكر اللي تتصنعو كوزيمار هي اللي تنتمي يعني الهولندي تنتمي للشركه ديال الملك يعني تيدير لهم اشهار يعني راه ما خاسر والو يعني بحال جات لك ميسي انا عطيه مثلا يدير لي واحد الاشهار ديال بيبسي ولا هذه راه هو تيربح الفلوس الا هز هذيك المناضه. كذلك الملك لانه هو شخصيه عامه اي حاجه حيت بنادم الا شافو هاز شي حاجه ولا ضرب شي ماركه ولا هادي بحال تيدير لهم الاشهار. لوسيور كذلك تتخلصوا هذوك الشركه ديال الدقيق تتخلصوا يعني جميع الشركات اللي يعني اللي كاينين في هذيك القفه الرمضانيه اللي مجموعين هذوك الشركات كامل هما تيتبرعوا بهاد المواد هادي باش الملك يدير لهم اشهار في هاد رمضان هذا باش بنادم الكل ديما يشوف. لان الاشهار شنو هو؟ الماركتينغ ولا ادفرتايزينغ ادفرتايزمنت هو انك تشوف الحاجه صافي وتتانستالا عندك في الدماغ. وهذاك الشيء اللي تيدير لهم هو تيدير لهم اشهار ورابح الفلوس يعني ما خاسر والو. هذيك الفلوس اللي خرجت اصلا ديال الدعم ديال الفقراء في القفة الرمضانية هذيك اصلا ضربات هذيك ضربوها فرقوها هذوك صحاب الجماعات وديك اللي معينهم هما القيود والشيوخ وهذاك الشيء ضربوا حقهم فهمتيني من الموظفين الصغار حتى الموظفين الكبار ومتنازل كل شيء واخد حقه. يعني هذيك الفلوس اللي خصها توصل للفقراء ما توصلش. وهذيك اصلا هذيك المواد اللي تتبرعوا بها اللي تتسمى قفة رمضان اصلا هذيك فابور يعني الملك ما مخلص فيها والو هو تيدير لهم اشهار هو تيربح الفلوس على الاقل تيخرج من تما بواحد 100 مليون درهم رابحه زائد التنقلات ديالو هذاكشي تعويضات ديال التنقلات ديالو شحال تيربح الفلوس. ايوا يعني فيق الشعب المرقع عافاكم راه تيضحكوا عليكم. وكما قلت تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله كاين واحد الفيديو واعر ان الفيديو القادم ان شاء الله غادي يكون على واحد الخونه وعلى يعني التجسس الذي تقوم به يعني مخابرات لاجد ولا ديستي. تحياتي ونشوفكم في فيديو اخر.